الوالده بغات تقسيني من واحد الاستفاده وما بغات تصيب لي البطاقه الوطنيه، لان عندها واحد النيه مبيته على اساس ان هي باغا تقسيني من هذه الاستفاده. كيف؟ انه ديجا الوالده كانت قدمت بواحد الشكايه للدرك، وخرجت من عند السيد الوكيل، ما كاينش وسائل الاثبات، كتقول لهم هذا السيد كيعايرني وكيسبني وكيضربني. سول الوكيل قال لها باش كيضربك؟ قالت لي كيضربني بالحجر. ملي قال لها وريني لاطراس ديال الحجر، ما كاين لا لاطراس لا والو. جات نهار 16 نوفمبر 2019 جاو الدرك داوني من الدوار من تما. اش من دوار هذا بعدا فين واقع؟ دوار بني راشد جماعه المنصوريه بن شقشق. بن شقشق داوني من تما نهار 16 نوفمبر 2019. قال لك عندك شكايه بامك. داوني من الصباح من تما من 10 حتى الربعة سامعوا ليا. واليده خرجات للاستفاده، هز الرحيل ديالو مشاو، والزوجه ديال الاخ راه هي اللي هزت الرحيل ومعاها خوتها، ومشاو من شهر جوج وهما محولين. نهار سيدي 26 اكتوبر جاو عاوتاني الدرك داوني، قال لك سيدي عندك شكايه بامك. جا النوبه الاولى، دخلوا للمحل، عينوا المحل كيفاش داير، القصدير ما كاينش، الشراجم ما كاينينش، البيبان ما كاينينش، البرامل ما كاينينش، الناس راه ما متواجدينش، والناس اللي كانوا كيخرجوا لي الماكله ولا الناس اللي كيشوفوا راه ما غيمكنش نضرقوا الشمس بالغلو. انت مشيتي سكنتي في هذيك الدار حتى خواها هما. حتى خواها هما. حتى تم الافراغ. حتى تم الافراغ، ولكن راه كنت كنتواجد الدوار، راه كنت كنبات تما في الدوار، الشتا والبرد وداك الشيء، وكنبات تما في الدوار. نعم. انت عندك شي وليدات متزوج؟ لا ما متزوج. دونك انت غتستافد مع امك. انا باغي غير، انا راه ما قلت لهم اخويا، ما قلتش لهم عطوني انا بقعه بوحدي. انا ما كنطالبش ببقعه بوحدي، انا كنطالب فقط بالاستفاده، انني نستافد مع الوالده. الاستفاده ديال سيدنا ديال الملك الله ينصره ويحفظه هو اللي عطاني هذه الاستفاده هذه، علاش هذه الوالده لا تتحرمني ونقلبات انا في الزنقه؟ كيف يعقل دابا انت شتي هذه القضيه هذه؟ راك شتي الميكا وداك الشيء، دخلنا عليك بالله دابا ديك الشتا كيفاش غادي نولي؟ كمل جاوا سيدي عاوتاني مشاو، قال لي يا سيدي لما خليتيش امك تريب غنصيفطك للحبس، لهذا راه كنلتمس من السيد الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بالدار البيضاء. راه ما كنعطيكش دابا التفاصيل السيد الوكيل، كنعطيك غير المعطيات، اما الوقت اللي غادي تستدعيني راه غادي نعطيك التفاصيل بالتدقيق. جاوا سيدي نهار عاوتاني 16 نوفمبر 2020، جاو عاوتاني سيدي داوني. علاش انا داوني؟ انا كان صحاب، واش هذيك الشكايه ديال 16 نوفمبر 2019 كان صحابها حياه، هذه هي اللي غادي. ملي داروا لينا المحضر دوزنا عند السيد الوكيل، الوكيل عيا السيد الوكيل حدد لينا الجلسه، الوقت اللي حدد لينا الجلسه باش غادي نطالع انا على المحضر غادي نلقى 26 اكتوبر. هاد 26 اكتوبر سعادة الوكيل الله يرحم لك الوالدين، راه هاد الناس هادو كنتحداهم في اطار القانون، راه هاد 26 اكتوبر اللي كيدعاو بانهم هما كاينين ومساو لفقوا لي ديك التهمه باش يدخلوا لي الحبس، راه هادي راه لا اساس لها من الصحه. والدليل على ذلك السيد الوكيل هو انني راني خديت البراءه. الوقت السيد الوكيل اللي خديت البراءه تلاقيت مع واحد السيد اللي هو كان كيجي عندي في القهوه اللي كنت انا شاده، جا عندي شافني بحال هكا قال لي ماك وليتي بحال هكا هادي، دير واحد الميكا جامع فيها داك الشيء ديال المتلاشيات. ملي تذكرت من حس الحظ ان هذا السيد هذا خدام في العمران، داني عند واحد الشخص تما شافني، هضرت مع السيد قال لك شوف سيدي اللجنه صادقات بالاجماع على اساس انك انت راك غادي مع امك. الوقت اللي دارت القرعه بغيت نشوف البقعه ديالنا فين جات، قال لك سيدي راه الاستفاده راه مشات فيها غير امك بوحدها، راه لا يعقل باش ان دوار بن شقشق على قدو كامل الارامل جوج في بقعه، الا الوالده ديالنا بوحدها اللي خدات بقعه بوحدها. واخا اش من عام، اش من عام سكنتوا انتم في بن شقشق؟ 2004. 2004 في الاحصاء راكم انتم؟ محصي انا في الاحصاء، يطلعوا الوراق راني محصي، ما عرفتش انا، حنا عمرات بينا الوراق والنساب ديال خويا باغيين يستعودوا على البقعه، لان هذوك الناس عندهم خبره في هذا الميدان هذا. ما علانا مشاو، قال لك اسيدي صافي امك مشات بوحدها في الاستفاده. مؤخرا تلاقيت مع خويا، الوقت اللي تلاقيت مع خويا قال لي ما درا تفاهموا معك الدار، قلت لي فاش تفاهموا معايا؟ قال لك اودي راه سمعنا على اساس انك انت راك عطاوك شي حاجه ديال الفلوس وعطيتيهم تنازل.
انا دابا سعاده الوكيل هذا الملف ديالي ما عرفتوش دابا لحد الساعه كيفاش القضيه ديالو. واحد قال لك راه غادي مع امك، القائد قال لك غادي مع امك، الباشا قال لك غادي مع امك، ملي جيت دابا مؤخرا العمران قال لك اسيدي امك راه غادي بوحدها. ما الا انا ملي هضرت مع خويا قال لك اسيدي راه سمعت على اساس انه ما عطاوك شي حاجه ديال الفلوس وعطيتيهم التنازل. سعادة الوكيل راه البطاقة الوطنية هي الاخرى ما عنديش، كيفاش يعقل باش انني راه غادي نعطي هاد الناس هادو تنازل؟ راه ما كان معطيهم لا تنازل لا شي حاجة. وانا سعادة الوكيل راني كنبات في الزنقة وفي الشارع ومتشرد، ها ترى قدامك كتشوف كل شيء. شحال من عام دابا وانت متشرد هنا؟ من 2016 انت متشرد وانا متشرد. 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 دوزت تما في دوار بن شقشق، راه معروف تما، ما كاينش اللي ما كيعرفش. كتقول لي ولد داده، ما بغيتش نعطيك اسم ولكن كتقول لي ولد داده، راه كلشي ما كاينش اللي ما كيعرفنيش انا. كنت كتسكن تما وهي خاويه ديك الدنيا مريبه. مريبه. من بعد مؤخرا اخر مره كنهضر عاوتاني مع الاخت ديالي، الوقت اللي كنهضر معها قالت لي وتا مشاو عطاوك الفلوس كملتيهم وجاي باغي جاي راجع ليا انا. يا اختي انا راه ما واخد مع هاد الفلوس. لهذا كنلتمس من السيد الوكيل العام لدى محكمه السينا في الدار البيضاء، الله يرحم لك الوالدين سعاده الوكيل، راني كنطلب باش تفتح تحقيق. راه عصابه عصابه راني محارب معاها، عصابه لا من والدي ولا من خوتي ولا راه حتى الوسيط اللي مدخل في القضيه راه حتى هو كنعرفو. الوسيط اللي مدخل في هذه النزيله ما بين دارك والوالده راه حتى هو كنعرفو. لهذا كنلتمس من السيد الوكيل الله يرحم لك الوالدين باش يتفتح في هذا التحقيق. ما عطيتيش الشكايه بهذه المساله؟ راه مقدم فيها، راه الوثائق كاينين، راه مقدم شكاية السيد الباشا، راه مقدم شكاية السيد العامل، راه مقدم شكاية السيد الوكيل الملك. وهذيك الشكاية اللي كتقدمت للسيد الوكيل في فترة الحجر الصحي راه هي نهار 26 اكتوبر ملي جاو عندي الدارك ردوا معاهم هذيك الشكاية. والدليل على ذاك راه 5 سطور ولا 6 من هذيك الشكاية اللي مقدم بها للسيد الوكيل منقولة حرفيا مباشرة في المحضر ديال الضابطة القضائية. دابا شنو باش كطالب دابا؟ انا اللي كنطالب من السيد الوكيل راه المفتاح ديال هاد النازله هادي هو ديال هذيك 26 اكتوبر، خاصو يتفتح تحقيق في النازله باش نعرفوا واش هاد الوالده كانت كتواجد في المحل، وخويا راه كاين حتى هو في المحضر، خويا شاهد على اساس بانه هو كان حاضر الوقت انا اللي كنت كنعاير وكنسب الوالده. لهذا سيد الوكيل الا ثبتات بان هاد 26 اكتوبر كانت الوالده كتواجد في المحل، انا كنطالب بالسجن ماشي غير بالحبس، كنطالب بالسجن. ولكن الا ثبتت بان هاد الناس هادو ما كانوش، كنطلب من السيد الوكيل باش تاخذ لي الحق ديالي في هاد الناس هادو، لانهم هما راه شردوني كنشوف. وعاش الملك.